اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لاكاديميات النادي الاهلي والشغل الكبير اللي عامله كابتن عبد المنعم شط. كان في تجمع كبير في اهلي الشيخ زايد يعني لاستكمال البطوله الداخليه او الدوري الداخلي دوري مؤمن زكريا. التجمع ده كان بيضم اهلي الشيخ زايد واهلي مدينه نصر واهلي الاسكندريه واهلي الجزيره، وكان في تجمع كبير لاستكمال بطولة الدوري، وده شيء جيد. قلنا قبل كده طبعا النادي الاهلي يكرم اسم مؤمن زكريا اللاعب الكبير، لاعب يعني اللي ادى في الملاعب وادى النادي الاهلي كتير، وهو كمان ابن من ابناء النادي الاهلي، فان البطولة تكون باسمه ده شيء جيد. اتمنى ان شاء الله مؤمن زكريا يعني يرجع ونشوفه مرة تانية في الملاعب. نروح نشوف التقرير ده مع اكاديميات النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هدفنا ان احنا اول حاجه بنكرم نجم كبير زي مؤمن زكريا، بنتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع لنا تاني. تاني حاجه عايزين نقدم حاجه كويسه للقطاع، وده اللي احنا قلناه وده اللي احنا الهدف بتاعنا. كابتن شطه طبعا عامل سيستم كويس جدا وماشيين عليه، والهدف الاكبر ان احنا نطلع اولاد موهوبين يفيدوا القطاع ويفيدوا الفريق الاول في المستقبل ان شاء الله. باذن الله الفتره الجايه هناخد الولاد الموهوبين اللي هم المميزين في الاكاديميه باذن الله يلعبوا مع فرق القطاع، لان طبعا حق الاولاد ان هم راجل خواجه يتفرج والمدربين وكابتن خالد بيبو يتفرجوا على الاولاد من خلال الاكاديميه الاولاد المميزين، وده اللي ان شاء الله بنسعى ليه. لان طبعا اكاديميه النادي الاهلي مختلفه، النادي الاهلي دايما في ازدهار وفي تفوق، ودايما يمكن احنا شفنا دوري اكاديميات كلها اتلغى السنه دي. النادي الاهلي مستمر وعاملين دوري اكاديميات كره القدم باسم كابتن مؤمن زكريا، فدي حاجه كويسه. الاولياء كلهم مبسوطين، الاولياء الامور كلهم مبسوطين. دوري مؤمن زكريا السنه دي مراحل سنيه بدات من مواليد 2011 لحد مواليد 2006. الولاد بتيجي طبعا الفروع مقسمينها مجموعه في مدينه نصر ومجموعه في الشيخ زايد. المفروض ان بعد كده بيبقى في تلاقي بين المجموعتين، المجموعه بتاعت الشيخ زايد المجموعه بتاعت مدينه نصر، بيتلاقوا في الاخر ان شاء الله في النهائي، وبيحضر كابتن مؤمن زكريا، بنوجه له كل التحيه والتقدير، بنتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله يبقى ختام كويس، ويحضروا ان شاء الله كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وتبقى احتفاليه جميله ان شاء الله بمؤمن باذن الله. شرف عظيم لاي لاعب في مصر ان هو يكون شارك ولبس او ارتدى تيشيرت النادي الاهلي. وطبعا فكره الدوره دي اتعملت باسم الكابتن مؤمن زكريا، وده دعم كبير من اداره النادي. طبعا كانت فكره كابتن شطه. الحقيقه كابتن شطه اضاف للاكاديميه الكتير، اضافه كبيره جدا. كابتن شطه خبره كبيره في مجال التدريب ومجال الاداره. الفكره الحقيقه مفيده جدا من كل النواحي. اولا دعم كبير جدا لكابتن مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب ويرجع بالسلامه، ونشوفه ان شاء الله تعالى في الملاعب. الاولاد طبعا في اللجنه الفنيه من الموجوده في قطاع الناشئين بيتابعوا معانا هنا من خلال البطوله او الدوره للاولاد. بيختار العناصر، بنختار منهم العناصر المميزه، وبالتالي بينضموا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. وبعيد برضو الكابتن خالد بيبو المسؤول عن قطاع الناشئين. احنا من دوري مؤمن زكريا، احنا طبعا لكابتن مؤمن زكريا طبعا ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع لنا احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. عاملين ده طبعا تكريما لكابتن مؤمن زكريا، وبرضو من خلال الدوري ده بنختار افضل لعيبه عشان يقدر نعمل بهم منتخب للاكاديميه، يقدر يمثلوا اكاديميه النادي الاهلي، عشان ان شاء الله باذن الله في الاخر هنروح نعمل ماتشات وديه مع قطاع الناشئين، علشان يشوف برضو افضل لعيبه تقدر تنفع تلتحق دايما بقطاع الناشئين. واحنا دايما هدف الاكاديميه ان احنا بعد ما بنعلم وندرب، ان احنا في الاخر الهدف الاساسي ان التحق افضل لعيبه بقطاع الناشئين. اكيد انا كمدرب طبعا استفدت كتير. حضرتك احنا بنتمرن طول السنه كلها عشان نكلل المجهود ده بماتشات، نشوف مستوى الاولاد وصل لايه. فاحنا اكيد طبعا التجمع ده لما يكون فيه بايونيرز وفرع اسكندريه واكاديميه الاسكندريه والشيخ زايد، واحنا لما نيجي الاحتكاك القوي ده الولد بيستفاد، اللي هو خده في التمرين بيحاول يبنيه عليه في الماتش. تاني حاجه حته المكسب والخساره دي مش تهمني جدا، لاني انا بحاول اعلم ولد عشان المراحل اللي جايه يتطور فيها.
تاني حاجة أهم حاجة عندي إن أنا حتة الولد بأهله اللي هو يكون عنده إعداد نفسي للمباريات، ما يكونش راهب الماتش. حتة المكسب والخسارة دي مش بتهمني قوي، أنا أهم حاجة الولد لما يجي ينزل بيحسسه اللي هو يعمل اللي عليه. دي هي دي كل الاستفادة كلها من المباريات.